ربنا خلق لنا بعض المثبتات لهذا المفصل، تمام؟ حاجة اسمها static stabilizers وحاجة اسمها dynamic stabilizers. أنا طبعا بتكلم على مفصل الكتف. الستاتيك مثبتات ثابتة ومثبتات أيضا ممكن متحركة شوية، dynamic فيها حركة. بالظبط. المثبتات اللي هي بتثبت المفصل في أثناء السكون او في الاوضاع اللي هي الغير الحركيه، هي بتبقى حاجه اسمها جوينت كبسول، اللي هي الكبسوله اللي بتغلف المفصل من الداخل، هي اللي بتحافظ على الانتجريتي وهي اللي بتحافظ على شكله تكوين. بالظبط. وفي نفس الوقت برضو في بعض الليجامنتس او بعض الاربطه اللي هي بتثبت مفصل الكتف في مكانه او بتثبت الكوره داخل التجويف. الفكره هنا بتكمن اثناء الحركه. اثناء الحركه ازاي الكوره دي تفضل داخل التجويف؟ ربنا خلق لها حاجة اسمها dynamic stabilizers، أو أربع أوتار لأربع عضلات وظيفتهم الرئيسية إن هم يحافظوا على الكورة دي داخل هذا التجويف. طيب علشان برضو نتخيلها مع بعض، دي الكورة وده السوكت أو ده التجويف. تمام. فأنا النهاردة لو هرفع دراعي كده، يعني أنا هرفع دراعي كده خلاص، فالكورة دي المفروض تتحرك حركة عكسية لتحت علشان تفضل جوه التجويف. صحيح. يعني انا لما ارفع كده الدراع لازم الكره دي تنزل لتحت. تنزل لتحت، مظبوط. طيب لو الكره دي ما نزلتش لتحت ايه اللي هيحصل؟ هرفع كده فهيتخلع. تمام. فعلشان الكره تفضل في السوكت لازم عضلات جوه اسمها عضلات الكتف الدواره او روتيتور كاف مصل تحافظ على الكره داخل التجويف وتنزلها بالحركه بتاعتها تفضل مثبتاها عشان تفضل جوه هذا السوكت.